ثلاثة أطباء وجنرالات ملحمة البلط الأبيض في فلسطين، في بطولة عظيمة في فلسطين في قطاع غزة، بطولة الأطباء والممرضات، المعركة العظيمة اللي خاضها الأطباء في فلسطين في قطاع غزة. الأطباء اللي هم وهم جعانين وعطشانين وخايفين على عائلاتهم وخايفين على نفسهم، ومع ذلك قاعدين يعملوا عمليات وقاعدين يساعدوا المرضى والجرحى بكل نبل وشهامة. معركة البلط الأبيض من أعظم المعارك اللي أطباء فلسطين ادوها كنموذج للعالم. دكتور ناجح إبراهيم كتب مقال عن هذا السياق وتعرض لعدد من الأطباء الأبطال الشهداء والأحياء في هذه الحرب. اتكلم عن دكتور مدحت صيام الطبيب الفلسطيني اللي كان قاعد يعالج الناس، قاعد في المستشفى طول الوقت، لما تعب جدا جدا البيت قريب من المستشفى راح البيت استريح شوية يشوف عيلته وبعدين يرجع يكمل. وهو هناك تم قصف المنزل، استشهد هو وزوجته وأولاده، شيء مخجل بالنسبة لإسرائيل وشيء مذهل في البطولة والصمود وصولا إلى الشهادة للدكتور مدحت صيام. النموذج الثاني دكتور باسل مهدي، هو أخوه عندهم مستشفى اسمه مستشفى مهدي للولادة، فتحوها مجانا طوال الحرب، بيساعدوا السيدات وشغالين في هذه المستشفى، ولكن أيضا هم كمان واجهوا الشهادة. الدكتور باسل مهدي قبل استشهاده كتب على حسابه على وسائل التواصل بيقول: مفيش حد بيموت ناقص عمر، لكن ممكن يموت ناقص كرامة، وممكن يموت ناقص مبادئ. بعد الكلمات دي بأيام قليلة جدا لقي ربه شهيدا. النموذج الثالث الدكتور زياد شكورة. الدكتور زياد قعد في المستشفى يعالج الناس بحاجات كلها بسيطة جدا على القد جدا، ومع ذلك وبيعالج ويشوف ده ويشوف ده ويشوف ده، كل شوية يجي جرحى ويجي شهداء، فوجئ إن أبنائه شهداء بين إيديه وإن إخواته الاثنين شهداء وإن أخته وولادها شهداء. شوف حالة الذهول لما يكون طبيب بيشتغل بينقذ الناس وكل شوية يجيله شهداء أو جرحى، فيفرز ده ويفرز ده ويحاول يداوي الجرحى قدر الإمكان، فيلاقي إن الشهداء دول أبنائه أو عائلته. شيء فوق الاحتمال، لا يمكن تخيله ان في انسان يتحمل ده، مش صدمة الخبر، صدمة انه يتلقى هو نفسه مباشرة، مش حد اللي بيخطره بما حدث. ومع ذلك ايمان مذهل وثبات كبير جدا وصمود عظيم، وعاد يقول الحمد لله الحمد لله وهو في حالة الذهول. لم يخرج عن ايمانه ولا عن صبره ولا عن يقينه، وقدر يواصل بعد ذلك عمله من أجل أن ينقذ أكبر عدد ممكن من الجرحى والمصابين. ده خلى طبيب نرويجي شهير يقول: أنا مذهول من أداء كتائب البلط الأبيض الأطباء والممرضات في فلسطين، وإن إزاي بيشتغلوا بدون حاجة تقريبا، حتى ما يجي ناس مصابين بجراح مروحة بدائية يشغلوه عشان خاطر يخففوا الآلام ويحاولوا يرطبوا هذه الحروق. الأداء اللي عملوه مذهل من وجهة نظر هذا الطبيب. بل إنه في طبيب مشهور اسمه دكتور جابور ماتي، ده نجا هو شخصية من الهولوكوست، هو شخصيا نجا من محارق هتلر، فطلع في برنامج وقال إنه لا يجب إن إحنا نكرر ما حدث، وقال إن يجب إنقاذ الشعب الفلسطيني وإنقاذ المدنيين.
وإن إحنا نرجع الأرض لأهلها. وقال إن هو كان صهيوني مؤمن بالحركة الصهيونية، لكن دلوقتي بيقول يجب نرجع الأرض لأهلها ونقيم دولة فلسطينية ونوقف قتل المدنيين. ده طبيب نبيل نجا من الهولوكوست، لكن لم يرغب أبدا في أنه يعمل هولوكوست تاني. شاف الظلم لكن لم يتحول إلى ظالم. ملحمة البلطو الأبيض ملحمة عظيمة. الأطباء الذين هزموا الجنرالات، والممرضات اللائي هزمنا الدبابات. حفظ الله فلسطين. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.